أستاذ محمد كمال، ألم يكن ألم تكن هذه الدماء 74 من المصريين يعني نذيرا لما سيحدث بعد ذلك؟ ألم تكن كافية أن توقظ كما ذكر الدكتور الفصائل المصرية الوطنية التي لا نشكك في وطنية أحده، ألم تكن كافية لتوقظ الجميع حتى عرفوا من الطرف الثالث؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين، وخالص التحية لشهداء مذبحة استاد بورسعيد وكل من أريق دمه من أجل الحرية. محتاج أخذ من كلام الدكتور عطية الرائع اللي أنا أتفق معه قلبا وقالبا، كلمة الحرية، وده ذكرني بمقولة أحد الشباب اللي كان متواجد في المذبحة وربنا قدر له النجاة من الموت، وقال من ضمن ما قيل له من قيادات الأمن: أنتوا مش كنتوا عاوزين حرية وبتغنوا لها؟ آدي الحرية جبناها لكم على طبق من دم. اتقال له الجملة باللفظ دي، سمعها، اتقالت له الجملة دي من أحد قيادات الأمن في استاد بورسعيد: أنتوا مش كنتوا عايزين الحرية وبتغنوا لها؟ وبتغنوا لها دي هرجع لها تاني. آدي الحرية قدمناها لكم على طبق من دم يا ولاد. كذا ماشي تمام، هما شايفين. عجبني قوي عنوان الطرف الثالث، بس انا محتاج ارجع تأصيلا للموضوع. اتفضل. ثوره يعني تغيير، ثوره لازم اعرف يعني ايه ثوره وافهم البيئه المحيطه بالثوره. هناك طرف تقوم عليه الثوره وهناك طرف يقوم بالثوره. الطرف اللي بيقوم بالثوره ده في الحاله المصريه في 2011 كان منقسم الى، من وجهه نظري انا الشخصيه، الى قسمين. قسم يؤمن بالتغيير الجذري، التغيير الذي يهدم ثم يبني، هي دي الثورات اللي احنا تعلمناها. وجزء اخذ الثوره طريقه للاصلاح، وهذا من وجهه نظري خاطئ تماما. طيب، كان الهتاف الابرز لينا والسائد من 25 يناير لغايه 11 فبراير: الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب ما قالش يريد اسقاط مبارك، قال يريد اسقاط النظام. وزي الدكتور عطيه ما قال، حصل تعديل في الخطه، طب نضحي براس النظام عشان نفضل احنا. 1 فبراير 2012 نتيجه مباشره ل 11 فبراير 2011. فرحنا ما سقطش، فرحنا بشوط السلطه اللي اتقدموا لنا. واحنا جعانين كلنا، جعانين حريه وجعانين كرامه وجعانين عيش وجعانين كل حاجه. فرحنا بطبق سلطه فاسد رموه لنا يوم 11 فبراير مبارك، راس مبارك. ولما جينا نقول للناس في 11 فبراير نبقى، لا، نبدا الاصلاح. ادي واحد. اثنين يا اخوانا، ده مجلس عسكري ده صناعه مبارك، او مبارك هو اللي صنعته. ده انت شلت الطرف الاضعف في المعادله، ده انت خدمت المجلس العسكري انك شلت له مبارك عشان تقدروا على قضيه التوريث اللي كان عامل له مشكله. لا، ده الجيش اللي حمى والجيش اللي عمل. طيب يا اخوانا، مرت احداث من اول مارس 19 مارس هو النعش، المسمار الاول في نعش الثوره المصريه. لما المجلس العسكري يلف بالكل ويلعب بالكل وينفذ اللي هو عايزه. بمعنى واحد، احنا قلنا للناس ايه؟ كيف نستفتى على دستور اسقطته ثوره؟ قال لك لا. ثم تحولت المعركه بفعل فاعل الى معركه طائفيه، الى معركه دينيه. ده الماده الثانيه مش في التعديلات. طيب، مشيت نعم ونجحت نعم بسبب الحشد، طيب تمام. مجلس العسكري عمل حاجه ظريفه قوي، لبس الكل العمه وجاب 63 ماده ما لهمش علاقه بالاستفتاء، والناس سقفت. ثم بعد كده لما ننزل نقول عسكر كاذبون والمجلس ده لا، يعمل معانا محمد محمود. وعلى فكره شهاده للتاريخ، لولا احداث محمد محمود الاولى لما اجريت انتخابات رئاسيه في مصر في 2012. صح. مجلس عسكري نزل بيان الرساله رقم 82. صح. اللي قال فيها لا، احنا عايزين نسلم السلطه، احنا مش ضد تسليم السلطه، لولا دماء اللي استشهدوا في محمد محمود وفي مجلس الوزراء واقاله حكومه الجنزوري لم تكن تجرى انتخابات رئاسيه في 2012. فالفضل بعد الله سبحانه وتعالى لدماء هؤلاء الشهداء في محمد محمود وفي مجلس الوزراء. ثم احداث بورسعيد، واحداث بورسعيد محتاجين نفتح دايرتها شويه. مين اللي كان يا استاذ احمد الخط الاول من 25 يناير؟ الشباب والالتراس. الالتراس نازل بقى بتنظيمه، نازل بفرديته
بس اولتراس. هو في الشارع وفي الميدان، هو من اول يوم. طيب مين اللي كان بيشعل الحماس باغاني للحريه؟ اولتراس طبعا. قلناها زمان للمستبد، الحريه جايه لابد هم. فكان لازم تتعمل مذبحه علشان الناس دي تسكت وتخرس وتنتهي اطلاقا. قبل المذبحه باسبوع كان في مباراه تقريبا للاهلي وغزل المحله تقريبا، مش متذكر، وهتف صح الالتراس وغنوا الاغنيه الشهيره بتاعتهم يا مجلس يا ابن الحرام، يا مجلس يا ابن الحرام. خلاص ما اعرفش انت عشان ما تقوليش بقى لا بقى تراث خلاص يعني تراث. وغنوا الاغنيه الشهيره يا دكتور يا مجلس يا ابن الحرام بعت دم شهيد بكام. بعدها باسبوع الولاد وهم داخلين بورسعيد كان بيتقال لهم كده، ما انتوش راجعين. فالولاد بيحكوا بيقولوا ايه، كل ماتش خاصه في بورسعيد قبل كده كنا واحنا داخلين نشتموا ليه ظروف ماشي يحدفوا علينا طوب ماشي، لكن واحنا نازلين من القطر يقولوا لنا ما انتوش راجعين ده جديد، فبدانا نخاف. طيب مين المسؤول عن مذبحه بورسعيد؟ محمد حسين طنطاوي. المشير محمد حسين طنطاوي. مين اللي حرض المصريين على الشباب في نفس يوم الحادثه لما استقبل فريق الاهلي ورفضوا الناس، رفض بعض اللعيبه ابو تريكه ان هم يسلموا عليه او يقابلوه، موقفه طبعا. الجمله اللي العالم كله فاكرها لغايه النهارده، هو الشعب المصري ساكت عليهم ليه؟ مش ده تحريض ولا؟ اذا كان هناك قتل مباشر داخل استاد بورسعيد، وكان هناك قتل بالتحريض لما سوف يحدث بعد من المشير محمد حسين طنطاوي في المطار العسكري عند استقباله فريق الاهلي.